البيت خاله علت وقدم بمدي وصغدت ملكوش ما يونو حاسولي خلدا المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أهلنا يا ربنا يسوع المسيح في هذا الأحد المبارك أن نسبح قيامتك بقلب طاهر وضمير نقي، ونشكرك مع أبناء البيعة المقدسة، ونمجدك وأباك وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. نرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن المائتين ونزل إلى لجة الموت وبهج التلاميذ بقيامته وأنار الشعوب بنور خلاصه. برخمور أبون ريش ريشوني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وفي كل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. من يستطيع أن يمدح بحر حنوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فائقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهدي الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامسة، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكفي الأيتام، أعن الأرامل،
أبعد الثورات، لاش الفتن، أذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي. برخمو ربون ريش ريشوني، ونرفع إليك المجد والشكران الآن وإلى الأبد. اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة، وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك، ونكرز بها مع النساء التلميذات، ونفرح مع الرسل الأطهار. برخمور أبون ريش ريشوني. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. قديشة آلوه قديشات حيطون قديشات بيوت إذراهم علي قديشات ألوه قديشات حيطون قديشات الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا، ونصغي إلى كتبك المقدسة،
لك المجد إلى الأبد. قراءة من سفر الأمثال برخمور أبون رششوني. الرب خلقني أولى طرقه قبل أعماله، منذ البدء من الأزل أقمت من الأول من قبل أن كانت الأرض، وكنت عنده طفلاً وكنت في نعيم يوماً فيوماً، ألعب أمامه في كل حين، ألعب على وجه أرضه ونعيمي مع بني البشر. فاسمعوا لي أيها البنون، فطوبى للذين يحفظون طرقي. اسمعوا التأديب وكونوا حكماء ولا تهملوه. طوبى للإنسان الذي يسمع لي ساهراً عند مصراعي يوماً فيوماً، حافظاً عضائد أبوابي، فإنه من وجدني وجد الحياة ونال رضاً من الرب، ومن أخطأ إلي ظلم نفسه. كل من يبغضني يحب الموت. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل قرنثوس. وبارك يا رئيس الرؤساء. المجد للسيد بولس والرسل، ولتكن مراحم الله على القارئ والسامعين، على هذا الكرسي وهذه الجماعة إلى الأبد. يا إخوتي، أنا لما أتيتكم لأبشركم بسر الله لم آتي ببراعة الكلام أو الحكمة، لأني قررت أن لا أعرف بينكم شيئاً إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً. وقد جئت إليكم بضعف وخوف ورعدة شديدة، ولم يكن كلامي وتبشيري بكلمات الحكمة والإقناع، بل ببرهان الروح والقدرة، لئلا يكون إيمانكم قائماً على حكمة الناس بل على قدرة الله. غير أننا ننطق بالحكمة بين الكاملين، ولكن لا بحكمة هذا الدهر، ولا بحكمة رؤساء هذا الدهر الذين مصيرهم إلى الزوال، بل ننطق بسر حكمة الله المحجوبة التي سبق الله فحددها قبل الدهور لمجدنا، وهي الحكمة التي لم يعرفها أحد من رؤساء هذا الدهر، لأنهم لو عرفوها لما صلبوا رب المجد. ولكن كما هو مكتوب، ما لم تره عين ولم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر، قد أعده الله للذين يحبونه. لكن الله أعلنه لنا بروحه، لأن الروح يسبر كل شيء حتى أعماق الله. والتسبيح لله دائما. وبارك يا رئيس الرؤساء. Time.
المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي. السلام لجميعكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكون أيها السامعون، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال الرب يسوع لتلاميذه: من كانت لديه وصاياي ويحفظها هو الذي يحبني، ومن يحبني يحبه أبي، وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. قال له يهوذا: لا ذاك الإسخريوطي، يا رب ماذا جرى حتى تظهر ذاتك لنا لا للعالم؟ أجاب يسوع وقال له: من يحبني يحفظ كلمتي، وأبي يحبه، وإليه نأتي وعنده نجعل لنا منزلا. من لا يحبني لا يحفظ كلمتي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي بل كلمة الآب الذي أرسلني. كلمتكم بهذا وأنا مقيم عندكم، لكن البرقليط الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي هو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم. السلام أستودعكم، سلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أنا أعطيكم، لا يضطرب قلبكم ولا يخف. برخمور أبون ريش ريشون. حقا والأمان لجميعكم. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. كلمتي هي للآب الذي أرسلني. إخواني السادة المطارين الأجلاء، الرئيس العام والآباء، مكتب رعوية الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، إنجيل اليوم هو اعتلان بامتياز لسر الله الواحد والثالوث. الآب يرسل الابن، والابن يحمل إلينا كلمته الهادية، والروح القدس المرسل من الآب باسم الابن يعلمنا كل شيء ويذكرنا بكل ما قاله الابن لنا. يريد الله الثالوث أن يسكن في قلب الإنسان لكي يكون هذا الإنسان حقا على صورة الله كما شاء الخالق منذ البداية، ويريد أيضا أن يجعل سكناه في الإنسان عقلا وإرادة وقلبا. أما السبيل فواحد، حدده الرب يسوع في الإنجيل اليوم: من يحبني يحفظ كلمتي،
أنا أحبه، أبي يحبه، وإليه نأتي وعنده نجعل منزلا. والروح الذي فيكم يعلمكم كل شيء. نحن نصلي اليوم لكي يعيننا الله على السير في هذا السبيل. يسعدنا أن نحتفل معاً بهذه الليتورجية الإلهية في مناسبة عيد الأب واختتام سنة العائلة، فرح وحب، وهو احتفال ينظمه ككل سنة مكتب راعوية الزواج والعائلة في الدائرة البطريركية. فأحيي شاكراً منسقي هذا المكتب، قدس الآبات سمعان أبو عبدو والمهندس سليم الخوري وزوجته السيدة ريتا. فلا يقتصر عمل منسقي هذا المكتب على إحياء عيد الأب بكل مضامينه، بل ينظمون مكتب الوساطة والإصغاء في محكمتنا الروحية، وبرنامج الدبلوم في المرافقة العائلية بالتعاون مع جامعة الحكمة، وبرنامج الدبلوم في الوساطة مع جامعة القديس يوسف. وقد تخرج العشرات في كل من هذين البرنامجين. وفيما أهنئ حاملي شهادة الدبلوم، أود الإعراب عن عميق شكري للجامعتين الزاهرتين الحكمة والقديس يوسف. إنهما كنزان في الكنيسة وفي لبنان. نسأل الله أن يباركهما بفيض من نعم الخير والنمو والازدهار من أجل خدمة شبيبتنا اللبنانية. وإننا نعلن قربنا من كل أب يعاني هموم عائلته في هذه الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية الخانقة، فضلاً عن البطالة والمرض وغلاء الدواء. ونضاعف جهودنا أشخاصاً ومؤسسات لمساعدة العائلات في مواجهة هذه الصعوبات، متكلين كلنا على العناية الإلهية وعلى أبوة الله الذي منه كل عطية صالحة. نذكر في صلاتنا كل أب داعين له بالعمر الطويل والصحة على رأس عائلته، ونصلي من أجل راحة نفوس والدينا الذين سبقونا إلى بيت الآب. وإني إذ أرحب بكم جميعا أوجه تحية خاصة إلى عائلة ابنة أخي المرحومة جورجيت التي ودعناها بكثير من الأسى والصلاة وصلاة الرجاء منذ حوالي شهر. ودعناها مع زوجها ابن خالتنا العزيز رزق الله أبو الياس، ومع أبنائها وشقيقيها وشقيقاتها وعائلاتهم وسائر أنسبائنا. نصلي في هذه الذبيحة الإلهية لراحة نفسها ولعزاء أسرتها وكل أحبائنا الذين أحبوها. يجب ألا ننسى أن عطية الله العظمى هي سكناه في كل واحد وواحدة منا. لا أحد يدرك ثمار سكن الله فيه، فالله لا يأتينا فارغ اليدين، فلنذهب إليه. يقول القديس أغسطينوس: الأقانيم الثلاثة
الآب والابن والروح القدس ذوو الطبيعة الإلهية الواحدة يأتون إلينا عندما نذهب نحن إليهم، هم يأتون إلينا عاضدين لنا ونحن نذهب إليهم طائعين لهم، هم يأتون مالئيننا بحضورهم ونحن نذهب إليهم مستقبلينهم. لا يظهرون ذواتهم لنا بشكل خارجي بل بشكل داخلي يختبره الإنسان في عمق نفسه. سكناهم فينا ليست عابرة بل مستدامة. انتهى كلام القديس أغسطينوس. هل ننسى نحن ما أكده لنا الرب يسوع عن عناية أبينا السماوي الذي يقوت طيور السماء وهي لا تزرع ولا تحصد، والذي يلبس زنادق الحقل أبهى الحلل وهي لا تغزل؟ ويقول الرب: لا تهتموا وتقولوا ماذا نأكل، ماذا نشرب، ماذا نلبس، إن أباكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. فاطلبوا أولا ملكوت الله وبره والكل يزاد لكم. الدولة هي بمثابة الأب والأم بالنسبة للمواطنين، خيراتها وإمكانياتها توظف من أجل خير كل المواطنين. من هذا المنظار تتخذ السلطة السياسية مفهومها ودورها ومسؤوليتها ومبرر وجودها. من هذا المنطلق نعود فنطالب بتشكيل حكومة جامعة بأسرع ما يمكن، ونناشد جميع القوى السياسية المؤمنة بكيان لبنان الحر والسيد والمستقل والقوي والصامد أن تحيد صراعاتها ومصالحها وتوفر الاستقرار السياسي، ليس فقط من أجل تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، بل أيضا لدرء أي خطر إقليمي عن لبنان. وفوق ذلك إن اكتمال السلطة الشرعية شرط أساسي لإكمال المفاوضات مع المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي ولاستكمال المحادثات بشأن ترسيم الحدود البحرية البحرية الجنوبية التي يتوقف عليها مصير الثروة النفطية والغازية. ونظرا لعدم وضوح الرؤية في الوقت الراهن والمستقبل القريب، فإن المصلحة العامة تقتضي أن تكون الحكومة المقبلة ذات صفة تمثيلية وطنية محررة من الشروط الخارجة عن الدستور والميثاق والأعراف، فلا يكون فيها حقائب وراثية ولا حقائب ملك طائفة ولا حقائب ملك مذهب ولا حقائب ملك أحزاب ولا حقائب رقابية على إحدى هذه الحقائب. نعم، نريد حكومة تتساوى فيها المكونات اللبنانية في تحمل جميع المسؤوليات الوزارية
ونريد حكومة شجاعة في التصدي لكل ما هو غير شرعي ومؤهلة للتعاطي مع المجتمعين العربي والدولي. إخوتي أخواتي، في هذا اليوم الذي فيه نجدد إيماننا بسر الثالوث الأقدس الساكن في قلوبنا، نلتمس المحبة والرحمة وروح التآخي من أجل حياة عائلية واجتماعية ووطنية أفضل. للثالوث القدوس الآب والابن والروح القدس كل مجد وتسبيح الآن وإلى الأبد، آمين. نؤمن بإله واحد، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور. مولود غير مخلوق، مساو لله في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء ومن مريم العذراء وصار إنسانا، صلب عنا على عهد بيلاطس الموت كما ومات وقبر وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآن، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. من بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء والرسل، كنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. إيطلوت مربحي دلوه والوتلوه دم حادي طليوت ونبسوه الطيبوتوخ إعول البيتوخ وسود بايكلوخ Oh.
واكثروا واملأوا الأرض. نعمة الانفتاح على الحياة والاتكال على عنايتك الأبوية أثمرت مع أخينا تانيوس وزوجته داليا بتأسيس عائلة من 13 ولداً، حفظهم الله وبارك جميع عائلاتنا. قوة العائلة تكمن في طاقتها وقدرتها على الحب مهما كان جرحها، وجرح العائلات كبير بفقدان الأب، ولكن العائلة ما زالت قادرة على الحب والعطاء. إن شاركناه حقاً في آلامه نشاركه أيضاً في مجده. مع هذه القرابين نقدم لك يا رب آلام وأوجاع الآباء الذين فقدوا أولادهم في ظلمة عالمنا ورحلوا عنهم في رجاء القيامة. العائلة خير لا يستطيع المجتمع أن يتخطاه، إنما بحاجة أن يحافظ عليها من فرح الحب. نقدم على مذبح الرب قرباناً كل الجهود والتضحيات المبذولة من كل العاملين في خدمة العائلة، في المحافظة على العائلات باحتضانها ومساعدتها على وحدتها. أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك هؤلاء من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطباوية والدة الله مريم، ومار يوسف البتول، ومار مارون، ومار يوحنا مارون. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، كل أب على رأس عائلته في يوم عيده، وكل أب سبقنا إلى بيت الآب من أجل حماية أسرته، كما نذكر أختنا المرحومة جورجيت وعائلتها. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضا السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الأحبار الأجلاء وكهنة المسيح وخدام وخادمات الروح القدوس. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك إلهي معنا معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برخ موربون ريش ريش هوني، ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. نسجد أمامك يا رب، نبتهل إليك أن تنصر إلينا راحما فتؤهلنا لندم مسبحك المقدس بنقاوة القلب والقدس وقداسة النفس والجسد. بارخ مور أبونا ريش ريشوني، ونرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشدون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين. Thank you.
قدوس 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 أنت اللهم الآب المملوء مراحم قدوس ابنك الوحيد ربنا يسوع المسيح قدوس روحك المحيي إنك القدوس واهب الخيرات يا من لأجل خلاصنا تجسد ابنك الوحيد من البتول النقية مريم وبتدبيره الإلهي خلصنا وافتدانا وبيوم هودا قدوم حاشود إلى معبد حي مساب اللحم بداو قديش بارخ قادش واقسو يا بالتلميذ كدمار سأخول من كل خون هون روداني تاو دحلو فيكون وحلو ساقية متقصي متيهب حوسو يتحو بي والحاية دالعلم علمي وخانوا عالقو صدم زغو من حمر من مايو بارخوا قادش ويا بالتلميذ او كدمار أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر زمان فتجازي بعدل كل إنسان حسب أعماله وها إن بيعتك تدرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس
ويحل على هذا القربان الموضوع لتقديسنا، فلنقف مصلينا خاشعين. ارحمنا يا رب ارحمنا، وأرسل إلينا من سمائك روحك المحيي، وليرفع على هذا القربان ويجعله جسدا محييا، ويسامحنا ويقدسنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتغطية الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. نقدم لك يا رب هذه الذبيحة الإلهية من أجل كنيستك، لا سيما من أجل أبائنا ورعاتنا مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطريركنا الأنطاكي، وسائر الأساقفة المستقيمين الرأي، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة، ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب. الكنيسة أم ومعلمة، وكم نحن بحاجة إلى حنان الأم ورعاية المعلمة. نكل لك يا أبانا السماوية كنيستنا والمسؤولين القيمين عليها، قداسة البابا فرانسيس وأبانا غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، والأساقفة والكهنة والمكرسين والمكرسات الذين أؤتمنوا على خدمة أبنائك ونقل البشارة بالقول والفعل. أعطهم الحكمة ونعمة استلهام الروح القدس في كل قرار ومبادرة، كي ينشروا فرح حبك في عالم اليوم، نسألك يا رب. أيها الآب السماوي، يا نبع كل أبوة صالحة، نرفع لك كل الآباء الذين يصارعون قساوة هذه الأيام، ويتحدون العواصف، ويواجهون أصعب الظروف، كي يؤمنوا لعائلاتهم الأمانة والمأوى والمأكل. أعطهم بشفاعة القديس يوسف قوة الإيمان وصلابة الإرادة والقدرة على الصبر والمثابرة على زرع الحب بابتسامة وفرح، نسألك يا رب. في قداسنا اليوم سنودع همومنا في قلبك الرحوم، قد حرمنا المرض من رؤية أغلى الناس وأقربهم، وسيطر الخوف على عقولنا وأفكارنا، تفرقت عائلاتنا في غربة هذا الكون، ضاع تعب السنين وأصبحنا نستعطي نسمة الحياة
بأصواتنا المخنوقة نصرخ إليك، ارحمنا يا رب، وبشفاعة أمك مريم العذراء عوض علينا بحنانك الأبوي، واجمع عائلاتنا من جديد رغم المسافات والتحديات، نسألك يا رب. نستغفرك يا أبانا ونرفع إليك كل المسؤولين، خاصة الذين أضاعوا الأمانة وأفقدون الأمان، وعي فيهم القيم الإنسانية والوطنية، ونمي عندهم حس المسؤولية التي تخدم ولا تحرم، والشعور بالمواطنية الصالحة التي تهب ولا تنهب، كي نبني معا بيد واحدة سلام الأرض وراحة الشعب، نسألك يا رب. في ختام سنة العائلة فرح الحب، نصلي لك يا أبانا على نية كل العائلات ولجان العيل والجمعيات التي تعنى بالعائلة. أعطهم ربي قوة روحك القدوس للثبات والاتكال على عنايتك الأبوية والعمل على الخدمة والإصغاء والمصالحة، فتمتلئ البيوت فرحاً وسلاماً، نسألك يا رب. من قلب محترق بنار الظلم وألم الانفصال، نصلي لتبيان الحقيقة لروح ضحايا انفجار بيروت. أعطي العزاء لكل من فقد عزيزاً أو أباً غالياً. ارحم نفوس موتانا وامنح قوة روحك القدوس لمن بقي من الأحياء، وأعطنا أن نتحمل أوجاعنا ونشرك آلامنا بآلام المسيح الفادي بصبر ورجاء، نسألك يا رب. اذكر يا رب جميع موتى المؤمنين المنتقلين منا إليك، الراقدين على رجائك، المنتظرين ذلك الصوت المحيي الذي يدعوهم إلى الحياة. اقبل القرابين التي نقدمها لك عنهم وأرحهم في ملكوتك، لأن واحدا ظهر على الأرض بلا خطيئة وهو ربنا يسوع، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولموتانا، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. Thank you.
يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبي، يا حملا سارا لنفسي حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، يأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ بنا، ولا تدخلنا في التجارة، لكن نجنا من الشر، لأن عليك الملك والقوة إلى أبد الآبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، برخمور أبون ريش ريشون. لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نور رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناول، واقبلوا البركة من الرب. بارك يا رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي وأخواتي إلى الأبد. ومع روحك. ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع، وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، تتنقى نفوسنا بدمك الغفور، يكن تناولنا لمغفرة خطايانا، حياة جديدة يا ربنا وإلهنا، المجد إلى الأبد. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياي وللحياة. Oh.
أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم يا محب البشر ارحمنا. Oh.
نشكرك يا أبانا يا نبع الحياة لأنك جعلتنا شركاء لك في الخلق ووضعت فينا ملء الثقة فأمنتنا على أبنائك، أعطيتنا أن ننقل الحياة ونحتضنها ونخدمها ونحافظ عليها في عطاء مثمر وتفان لا يتوقف حتى أمام أي تحدي. نشكرك أيها الإبن على محبتك اللامتناهية، أنت الكلمة النور للقلب والضمير، بقيامتك خلصتنا من الموت وأنعمت علينا بحياة في حضرتك الإلهية، أعطيتنا جسدك ودمك زادا لنا في مسيرتنا معا وعربونا للحياة الأبدية. نشكرك أيها الروح القدس يا معطي المواهب، يا من رغم العواصف ترشدنا وتقودنا بسلام نحو أحضان الآب السماوي. نعدك نحن عائلات اليوم أن نكون أيقونة حية لك أيها الثالوث القدوس، فنسبحك ونمجدك في مختلف دروب حياتنا اليومية كي نستحق اللقاء بك والتنعم بالجلوس في حضرتك في تسبيح لا ينتهي. آمين. كلكم معكم الصلاة. نصلي مع قداسة البابا فرانسيس في ختام سنة العيلة فرح الحب. يا يسوع ومريم ويوسف أيتها العائلة المقدسة، نرفع إليك اليوم نظرنا بثقة وإعجاب، ونتأمل فيك جمال الشراكة في الحب الحقيقي، ونوكل إليك كل عائلاتنا لكي تتجدد فيها عجائب النعمة. يا عائلة ناصرة، يا مدرسة جذابة للإنجيل، علمينا أن نقتدي بفضائلك بمسلك روحي حكيم، أعطينا نظرة نقية ندرك عمل العناية الإلهية في وقائع حياتنا اليومية. أيتها العائلة المقدسة الحامية الأمينة لسر الخلاص، أحيي فينا فضيلة الصمت، اجعلي من عائلاتنا عليات صلاة، وحوليها إلى كنائس بيتية صغيرة، جددي فيها التوق إلى القداسة، ادعمي فيها قيمة عناء العمل السامي، التربية والإصغاء، التفاهم المتبادل والمصالحة. يا أيتها العائلة المقدسة أيقظي في مجتمعنا وعي الطابع المقدس والمنيع وغير المنتهك للعائلة كخير لا يقدر ولا يستبدل. اجعلي من كل عائلة مسكنا مضيافا للرأفة والسلام، للأطفال والعجزة، لكل مريض ووحيد، لكل فقير ومحتاج. يا يسوع ومريم ويوسف، نرفع إليكم صلاتنا بثقة، ونوكل إليكم ذواتنا بفرح. السلام لجميعكم، اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي، مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. آمين. عيد مبارك.
صاحب الغبطة والنيافة الكاردينال ماري بشارة بطرس الراعي بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق الكلي الطوبة، أصحاب السيادة السامي احترامهم حضرة الرئيسة العامة، أبائنا الأجلاء، إخوتنا الراهبات، الآباء في عيدهم، إخوتي وإخواتي الأحباء، عيد وبأي حال عدت يا عيد، تعود بنا الذاكرة إلى السنين الخيرة من احتفالات عيد الأب، حيث كنا نكرم عائلات تميزت بالعطاء وكثرة الإنجاب وبالدعوات الكهنوتية وباحتمال الحالات الصعبة بصبر ورجاء، فتغص هذه القاعة بالعائلات من كل لبنان حاملة معها الثمار والعبر لتكون قدوة ومثالا يحتذى به. عيد وبأي حال عدت يا عيد، ظروف خانقة مضنية، تفجير كارثي، عدم استقرار اقتصادي واجتماعي وصحي وتربوي وسياسي دفعت بعائلات كثيرة إلى الهجرة بحثاً عن لقمة عيش وعن الأمان والاستقرار، مما شرد العائلة وشرذم وحدتها. فوقف الأب خائباً محتاراً أمام واقع أليم متدني في وقت وفي وطن قسى عليه مسؤولوه وأفقدوه تعب أيامه وسهر لياليه. ولكن ألسنا أبناء الإيمان والرجاء؟ نستمد القوة والفرح من الروح المحيي المعزي على مثال العائلة المقدسة التي عانت أيضاً من فقر وشدة وتهجير؟ نعم، وفي هذه الظروف الاستثنائية سنبقى وسنعيد ونكرم كل أب حافظ على ثبات عائلته وسلامها، وكل عائلة ناضلت لتثبت وتستمر في دعوتها إلى الحب والقداسة. وفي ختام سنة العائلة، العائلة فرح الحب، يعود قداسة البابا فرانسيس للتذكير أنه بالرغم من العامل الشاق والجيد ما زالت العائلات تعاني، وهو يحثنا على الجهد المستمر للعمل على ديمومتها وثباتها وتقديسها. ونحن في مكتب رعوية الزواج والعائلة، ورغم كل التحديات لن نقف فارغي الأيدي، نعدكم بمتابعة المسيرة والاستمرار بنشاطاتنا الكثيرة، أهمها متابعة برنامج الدبلوم في المرافقة العائلية مع جامعة الحكمة مشكورة، وقد تخرج حتى اليوم 70 مرافقاً، ودبلوم الوساطة مع الجامعة اليسوعية CPM، وقد تخرج حتى اليوم 60 وسيطاً، لهم منا كل الامتنان لهذا التعاون الذي مكننا في مركز الإصغاء والمرافقة من وضع أسس البرنامج التدريبي للمتخرجين لمزاولة هذه الرسالة مع الكهنة في الرعاية والأبرشيات والمراكز. كما ونعمل على تطوير المركز المتخصص للوساطة والإصغاء التابع لمكتب الزواج والعائلة ليتمتع بالمواصفات المهنية والإدارية والقانونية اللازمة لإعطاء شهادات بالممارسة مطابقة للمعايير الدولية المتخصصة. عيد وبأي حال عدت يا عيد، سنبقى وسنعيد دائما، كيف لا، ولنا كنيسة على رأسها غبطة أبينا البطريرك سيد بكركي وهو أبو الجميع. مكملاً مسيرة بطاركتنا العظام وهو حامي هوية ورسالة الوطن مع مطارنتنا الأحباء
والكهنة والإخوة الأعزاء، كنيسة بنيت على صخرة لن تقوى عليها وعلى لبنان الرياح والأعاصير مهما اشتدت وطالت. شكراً وامتنان لسيادة المطران بيتر كرم لمرافقته الدائمة لنا، ولسيادة المطران حنا علوين للتعاون المثمر المستمر بيننا. كل التقدير والمحبة لسيادة المطران منير خير الله رئيس اللجنة الأسقفية للحياة والعائلة، وللأمينة العامة ريتعزو والأعضاء الأعزاء. شكراً من القلب لجميع العائلات التي وافت من كل لبنان رغم غلاء المواصلات وصعوبتها لنتشارك وإياها فرح اللقاء والصلاة، وخاصة لجان العيل والجماعات العائلية في الأبرشيات والحركات التي تعنى بالعائلة لتفانيهم في خدمة العائلة. شكراً لجوقة الأنديو المبدعة بقيادة الأب خليل رحمة وكل من شارك بتنظيم هذا الاحتفال. شكراً لكل وسائل الإعلام، ونخص بالذكر محطة التليليمير ومحطة الام تي في على النقل المباشر لهذا الاحتفال، مع الأباتي سمعان أبو عبدو وكل فريق العمل الدؤوب في مكتب العائلة. نعايدكم بعيد الأب وختام سنة العائلة فرح الحب، فإن فرح الحب الذي يعاش في العائلات هو أيضاً فرح الكنيسة. لنشكر الرب على عائلاتنا التي ستبقى منارة إيمان وشعلة حب في وسط هذا العالم. كل عيد أنتم ولبناننا بألف خير. قديس مبارك، بس بدي أطلب منكم تفسحوا المجال لغبطته يظهر مع الكهنة والأساقفة لناخد صورة تذكارية كلنا سوا على الدرج. قديس مبارك وكل عيد وأنتم بألف خير.